نسى الخلق نفسا جلال اليقين فجل المكارم للعارفين ضياء يشع بنور الهدى لزين العبادة والعابدين صلاح الحلا لتغدو به حلية الصالحين نسى الخلق نفسا جلال اليقين فجل المكارم للعارفين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل على محمد وآله وحلني بحلية الصالحين وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة إلى أن يصل إلى والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي. حلية الصالحين وزينة المتقين. مفردات هذين الأمرين ماذا؟ جزئيات هاتين الخصلتين ماذا؟ الإمام عليه الصلاة والسلام في مقام العصمة، الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، يسأل الله سبحانه وتعالى هذه المفردات، هذه الجزئيات، منها والقول بالحق وإن عز. الصالحون، المتقون، يقولون الحق وإن كان هذا القول عزيزا. هذه مفردة من هذه المفردات، القول بالحق وإن عز، كلمات ثلاث بني عليها ديننا نحن هذا اليوم. يعني لو حرف امتناع، لو الامتناع، مو إذا، مو إن. لو كان أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وفي طليعتهم سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها، لو كان هؤلاء يتركون هذه الجملة القول بالحق في الوقت الذي هذا القول عزيز، نحن هذا اليوم ما كنا مسلمين، ما كنا مؤمنين. هذا من أهم أسس الصلاح والتقوى. الإنسان في هذا المجال، نحن بجد، بتضرع، باستكانة،
من كل وجودنا وأعماقنا ينبغي أن نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لهذا الأمر، ثم بجد وبكل وجودنا وبكل إمكاناتنا نسعى حتى نشفع الدعاء بالعمل، أو على حد تعبير القرآن الكريم نشفع الدعاء بالسعي. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، في مكانين من القرآن الكريم. حتى هذه المفردة المهمة الأساسية من حلية الصالحين ومن زينة المتقين نوفق لها. القول ليش مو العمل؟ بالحق شنو؟ وإن عز شنو؟ في كل كلمة معنى واسع وعميق. غالبا القرآن الكريم يؤكد على العمل أكثر مما يؤكد على القول. أنتم فيكم علماء، خطباء، فضلاء، أدباء، محققون، لاحظوا. وهكذا في الأحاديث الشريفة التأكيد على العمل أكثر من التأكيد على القول، وصعوبة العمل أكثر من صعوبة القول. واحد يقول لا إله إلا الله، أما يريد يعمل بلا إله إلا الله مليون مرة أصعب من هذا القول، أو ملايين المرات. علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه عمل بهذا القول 25 سنة، جلس في بيته وهو أعلم ناس بعد رسول الله، أفضل الناس بعد رسول الله. أبو ذر عمل بلا إله إلا الله مات جوعا. واحد بسرعة ما يموت من الجوع، من الممكن واحد من العطش يموت خلال 24 ساعة، خلال 48 ساعة، خلال 3 أيام. أما ممكن الإنسان يجوع يجوع يجوع، يستمر به الجوع، يتألم، يتلوى شهر زمان، ما يموت بسرعة، ما يموت واحد من الجوع. كتبوا في تاريخ أبي ذر رضوان الله عليه مات جوعا، هذا من العمل بلا إله إلا الله. أما تقول لا إله إلا الله خلال 2 أو 3 ثواني الإنسان يقولها. هنا ليش التأكيد على القول؟ لاحظوا كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لها جوانب وأشعة واسعة، وما يغيب عن أمثالي أكثر مما أستحضره أنا، وما يغيب عن المحققين وعن العلماء وعن الفضلاء أكثر مما يستحضرونه. أما من جملة ذلك، من جملة ما يبدر لي، أنه قد يكون الإنسان شخص خلقه الله، كل إنسان شخص خلقه الله مستقلا، وعلى عمله يجازى مستقلا. يعمل، يصلي، يصوم، يزكي، يخمس، يكون حسن الأخلاق، يكون صبور، يكون صادق، يكون
يتعلم العلم يعلم العلم إلى آخره. أما قد يكون الأمر يرتبط بإيجاد مجتمع يصدق عليه في منطق الإسلام وفي منطق أهل البيت. هذان وجهان لمطلب واحد، أهل البيت يعني إسلام، إسلام يعني أهل البيت. مجتمع في منطق الإسلام ومنطق أهل البيت يكون مجتمع صالح، مجتمع متقي. هذا يحتاج إلى القول، هذا يحتاج إلى أن يقول أحد للآخر، يقول أحد للناس. ولذا الحق بحاجة إلى القول في بناء مجتمع صالح حتى يكون الأفراد صالحين، في بناء مجتمع متقي حتى يكون الأفراد متقين. هذا يحتاج إلى قول. أنا أقعد في داري، في دكاني، في بلدي، في قريتي، في محلي، وأنا أعمل، لا أقول جنابك كذلك تجلس في محلك وتعمل ولا تقول، والثالث والرابع والألف والمليون، هذا ما يولد مجتمع صالح. المجتمع الصالح، المجتمع المتقي بحاجة إلى اللسان، بحاجة إلى القول. وإن كان القول والعمل في اللغة والشرع يتناوبان، أحدهما يطلق على الآخر. في الأمثال أكو قال بيده هكذا، هذا عمل مو قول، قال بيده هكذا. أما في الشيء اللي يرتبط بالرباط المجتمع بمجموعة الناس يجتمع بالأمة، هذا بحاجة إلى قول. ولعل مما كان السبب في أن الإمام عليه الصلاة والسلام هنا يذكر القول هو هذا الأمر، أي مفردة، أي كلمة القول بإجمال، والقول بالحق. الله يوفقنا لحلية الصالحين وزينة المتقين، اللي هاي مفردة منه، القول بالحق. الحق شنو؟ في القرآن الكريم، في أحاديث أهل البيت، في اللغة العربية، الإنسان من يلاحظ كتب اللغة، الحق يطلق على معاني، هذه المعاني متداخلة متشابكة، كل واحد منها تعبير عن المعاني الأخرى، ولكن من زاوية، من شعاع خاص. الحق يعني العدل، العدل يعني إعطاء كل شيء ما يناسبه من كل الأبعاد، يناسبه تكوينان، يناسبه تشريعان، يناسبه وضعان. إعطاء كل شيء ما يناسبه، هذا العدل. إذا واحد عنده حمامة وعنده خروف يطعم ويسقي هذين الحيوانين، هذين الحيوانين يعطي لكليهما مقدار
الآخر من الماء ومن الطعام، الكيفية اللي يعطيها للآخر من الماء والطعام؟ لا، إذا يعطي الخروف بقدر طعام الحمام الخروف يموت من الجوع، وإذا يطعم الحمامة بقدر طعام الخروف الحمامة تموت من التخن. الحمامة تحتاج إلى قطرات من الماء، والخروف إذا يطوه قطرات من الماء يموت من العطش. العدل شيء والمساواة شيء، ليس كل مساواة عدل وليس كل عدل مساواة. الحق يعني العدل، هذا معنى من معاني الحق. أيضا ذكروا الحق يعني الصحيح وأمثال ذلك من المعاني. الجامع لهذه المعاني الحق في كل مجال يرتبط بالمجال اللي يطلق الحق بالنسبة إليه. الحق في مراجعة المريض شنو؟ أن يراجع طبيبا متخصصا، يراجع طبيبا حاذقا. الإنسان اللي يريد يسأل مسألة شرعية حق هذا الأمر شنو؟ يراجع طبيب، يراجع مهندس، يراجع ميكانيك؟ لا، يراجع فقيه عادل، فقيه متقي. الحق في الكلام كذا، والحق في البناء كذا، والحق في التاريخ كذا، والحق في السيرة كذا. الحق كل صحيح، الحق كل عادل، الحق كل تام، هذا الحق. القول بالحق، لعله لا يوجد على وجه الأرض شخص خذ من أعدل العدول إلى أفسق الفساق أنه فد وقت يقول الحق. القول بالحق أحيانا عند الكل موجود، هذا مو من حلية الصالحين، هذا مو من زينة المتقين. الصالح والطالح يقول الحق أحيانا، المتقي وغير المتقي يقول الحق أحيانا. وإن عز عز يعني شنو؟ يقولون أهل اللغة، يقولون العزة عزة، هذه المادة تطلق في مورد يجتمع شرطين. يعني الإمام صلوات الله عليه عند دقة في كلمة القول هنا، في كلمة الحق هنا، في كلمة عزة هنا. يقولون المورد الذي يجتمع شرطين يطلق في اللغة العربية كلمة مادة عزة بمختلف اشتقاقاتها. أحدهما أن يكون هذا الشيء نافع، الثاني أن يكون نادر قليل. أنفع شيء لنا نحن لوجودنا، إحنا قاعدين هنا والبشر اللي قاعد ونايم وده يمشي وده يخطب وده يستمع وده يأكل وده يصنع وده يعمل، أهم شيء أفيد شيء له الهواء الأكسجين.
إذا ينقطع الأكسجين عن الإنسان عن البشر خلاص لا يبقى واحد حي، هذا أنفع شيء. ولكن هل يسمى الهواء عزيز؟ لا. هل يسمى الأكسجين عزيز؟ لا. ليش؟ لأن كثير أكو مو قليل، مع أنه أفيد شيء. وهكذا إذا الشيء مو كثير الفائدة وإن كان قليل لا يسمى عزيز، القسم الفلاني من الحيوان، القسم الفلاني من الخنفساء، القسم الفلاني من اللون، حتى لو قليل حتى لو نادر بس مو له فائدة مهمة، ما ترتبط حياة أحد بهذا الشيء، هذا لا يسمى عزيز. أما إذا كان كثير الفائدة قليل الوجود هذا يسمى عزيز. في قصة الحسين صلوات الله وسلامه عليه عز ماؤنا، يعني شنو عز؟ هذا عز إلى معنى، إذا الإنسان ما يلحق ما يموت من العطش، يغمى عليه، كلية توقف، الكبد تخرب، نفع كثير ما دام موجود كثير الماء، هذا مو عزيز. أما إذا صار قليل يصير عزيز. القول بالحق هذا مو ذات أهمية، هذا مو من حلية الصالحين، هذا شيء زين، شيء زين، مو أنه مو زين، الحق زين والقول به والعمل به زين. أما الذي يجعل القول بالحق من حلية الصالحين وزينة المتقين في صورة كون هذا القول عزيزا، يعني ماكو واحد يقول الحق، إذا واحد يقول الحق وراء صوت، وراء سجن، وراء تعذيب، وراء حرمان، وراء مشكلات ومشكلات، هنا يصير من حلية الصالح، هنا هذا القول بالحق يكون في نفس الوقت اللي هو قليل، لأن أكثر الناس ما يسوون، أكثر الناس يحجمون يتراجعون، الناس غالبا طلاب العافية ما لهم خلق، فيصير نادر، وفي نفس الوقت يكون مهم، يكون مهم. هنا يصير من حلية الصالح. سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت في طليعة من قالت الحق في وقت عزة هذا القول، يعني هذا القول صار قليل وفي نفس الوقت له تأثير. لولا قول فاطمة الزهراء، فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ذلك القول لعله اليوم إسلامها ما كان. القرآن الكريم يقول الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يعني إلى الوراء، يعني إلى الجاهلية، رادوا يسووها جاهلية، ولكن فاطمة الزهراء صلوات الله عليها قالت الحق في وقت عزة هذا القول، وإن عز يرجع إلى القول ما يرجع إلى الحق،
الحق. مو عزيز، القول به أحيانا يكون عزيز. ولذا في الأحاديث أكو الحديث اللي أكيد كلكم حافظي، هذا الحديث المعروف، سئل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أفضل الجهاد، ما أفضل الجهاد، أقسام من الجهاد أكو، جهاد الأعداء، جهاد الكفار، جهاد الظالمين، جهاد النفس، مجاهدة النفس، الجهاد الأكبر. أفضل من كل هذه الأقسام ما هو؟ الشكل، الجهاد إما مطلق أو عام، مفرد محلى بأل، مسلم أنه مطلق شائع في جنسه على الإصطلاح العلمي، وعلى قول أنه عام. أفضل الجهاد يعني أفضل كل جهاد. الرواية من المتواترات لعلها، سئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أفضل الجهاد، فقال كلمة حق. هنا في الدعاء والقول بالحق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمة حق، هنا الإمام عليه السلام يقول وإن عز هذا القول، اقتباسا من جده رسول الله صلى الله عليه وآله. ورسول الله يقول كلمة حق عند إمام جائر. أكو في بعض الأحاديث عند سلطان جائر، سلطان أعم من إمام، إمام إصطلاح إسلامي، سلطان معنى عام، يعني قد يكون فت كافر جائر، اصطلاحا لا يسمى إمام جائر. هذا سلطان، هذا ملك جائر. ملوك الجاهلية، سلاطين الجاهلية قبل الإسلام، هذول ما يسمون أئمة، ما يسمى إمام. إمام اصطلاح قرآن، اصطلاح إسلامي. إمام يعني الذي يأخذ بأزمة الأمور، بيده الرتق والفتق، بيده السجن والإطلاق، بيده الإعدام والإخراج. إمام في المسلمين اصطلاح إسلامي، المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث مختلف طوائف المسلمين أن النبي صلى الله عليه وآله قال إمام جائر في عدة من الروايات، لأن اللي مو مسلم إذا ظالم هذا سلطان جائر، أما إذا كان مسلم وجائر، مسلم وظالم، هذا يطلق عليه إمام جائر. كلمة حق عند إمام جائر، هذا أفضل الجهاد على حد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عند سلطان جائر أفضل الجهاد، عند إمام جائر أفضل الجهاد، كلاهما أفضل الجهاد، ولكن مراتب في هذه الأفضلية أكو. السلطان الجائر اللي مو إمام سلطان الجاهلية، هذا فقط يجور يظلم الناس، لا يوصم الإسلام، ما ينطي لزمة بيد الكفار ضد الإسلام، ما يضعف الإسلام
في نفوس المستضعفين من المسلمين. أما إمام جائر مثل يزيد بن معاوية، إمام جائر هم يظلم الناس هم يعطي انطباع سيء عن الإسلام. لا تتم حجة الله على عباده. الله بعث الأنبياء، أنزل الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة. إمام جائر ما يخلي هذا يصير، يصدون هذا. إسلام يزيد وأمثال يزيد اللي إمام جائر يحكم باسم رسول الله باسم الإسلام، هذا هو المانع في أن يقبل إلى الإسلام إلى المسلمين المليارات من الكفار. وإلا لو علي بن أبي طالب صلوات الله عليه لأقبل كل العالم إلى الإسلام. حديث أكو لاحظوا في البحر، أنا شايفه البحر طبعا ينقل عن المصادر حديث عديدة أكو. لو أن علي بن أبي طالب، مضمون الحديث شايفه أكيد، لو أن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه فسح له المجال بعد رسول الله، لم يبقى على وجه الأرض غير مسلم. الإسلام اللي يعرضه علي بن أبي طالب، الإمام العادل علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، هذا الإسلام ضياء، كل واحد يدور ضياء. هذا الإسلام جميل، كل واحد يدور جمال. هذا الإسلام حسن، هذا الإسلام رفق، لين، عطف، كل واحد يدور هالمعاني الخيرة. أما إسلام يزيد هو الذي ينفر. كلمة حق عند إمام جائر هذا تذبح الإنسان. إمام جائر يعني المأمون كان يعتبر نفسه أمير المؤمنين، إمام المسلمين، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إمام جائر هذا لعب الهواية عند قصائد أشعار، بيتين من الشعر، ترك أهله، ترك عائلته، بيته، بلده، أقربائه، فلوسه، متخفي في البلاد، منا منا منا. وعلى حد تعبيره هو المنقول عنه في التاريخ، يحمل خشبة إعدامه على متنه. يعني وين إذا يلقوا يعدموه يذبحوه. بيتين من الشعر، قال: قبران في طوس، خير الناس كلهم، يعني قبر خير الناس الإمام الرضا صلوات الله، وقبر شرهم يعني شر الناس، هذا من العبر هارون. بين قبر الإمام الرضا صلوات الله عليه، مدفن الإمام الرضا، وبين مدفن هارون لعله متر ماكو فاصل. قبران في طوس، خير الناس كلهم، وقبر شرهم، هذا من العبر. لا ينفع الرجس من قرب الزكي، ولا على الزكي بقرب الرجس من ضرري. كلمة حق عند إمام جائر، من يقولها غير دعبل؟ دوروا في التاريخ، يجوز واحد اثنين أمثال. هذا اللي مشتهي الإعدام، هذا اللي مشتهي قطع رأسه، هذا اللي مشتهي التعذيب، إن هذا وراءك وبعد. والقول بالحق وإن عس. ولذا حديث أكو، هذا الحديث أنا أنقله من العشرات والعشرات والعشرات والعشرات
وهكذا من مصادر مختلفة طوائف المسلمين. قطعة من الحديث أنقله لكم، لاحظوا، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لابنته فاطمة الزهراء سلام الله عليها، هاي قطعة منها: ليس أحد من نساء المسلمين أعظم رزية منك. ما يحتاج أقول لكم في الكتب الأربعة أكو، ما يحتاج أقول لكم في الصحاح الستة موجود، ما يحتاج أقول لكم في تفسير الفخر الرازي موجود، ما يحتاج أقول لكم في البحار موجود، ما يحتاج أقول لكم في كتب في الفقه لمختلف طوائف المسلمين موجود، من المتواترات. ليس أحد من نساء المسلمين أعظم رزية منك. ليش؟ فقط وفقط وفقط وألف فقط لكلمة حق عند إمام الجواد، للقول بالحق في وقت كان هذا القول عزيزا، يعني مهم. هذا القول من فاطمة الزهراء صلوات الله عليها أبقت على الإسلام. اليوم إحنا مسلمين، إسلام غير أهل البيت ما إلى جذابية. الإسلام الذي في زمان خلف زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، لاحظوا التواريخ، شبر إمام المسلمين، هذا اللي النبي يقول كلمة حق عند إمام جائر. إمام المسلمين شبر هو الشبر، وفكره هو الفكر، وخيط والحبل هو الحبل. جاب حبل شبرة خمسة أشبار، هذا الحبل، هذا إمام المسلمين، يعني اسمه يسمى بإمام المسلمين. خمسة أشبار، وهذا الحبل بعثه إلى المدينة الفلانية، قال كل إنسان أطول من هذا أضرب عنقه. هذا مو جاذب، هذا منفر. إمام المسلمين ويقول كل الناس أفقه منك. إمام، إذا كل الناس أفقه منك شلون إمام؟ لو هذا الإسلام كان اليوم ما بقي منا شيء. أما فاطمة الزهراء صلوات الله عليها والقول بالحق وإن عس، هذا صار سبب هذا القول، لأن نقرأ ونستمع هذا اليوم إلى هذه الكلمة، لأن نستطيع أن نعرف واقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كان، واقع القرآن ما هو، واقع الدين ما هو الذي أراده الله. كل الله هو خالق أطول من خمسة أشبر، ليش يقتل؟ هو سوى نفسه أطول من خمسة أشبر؟ طول عرض الإنسان بيده هو، شكله بيده هو. هسه يا ريت فد واحد يقول أنا فاهم، هو يقول أنا ما أفهم شيء، كل الناس أفقه. هذا مو جميل حتى الناس يدوروا، هذا مو جاذب حتى الناس يجون عليه. اللي عندهم أحسن من هذا،
كل الناس اللي عندهم خرافات أحسن من هاي الخرافة، وهاي الخرافات عند هؤلاء أمثال هؤلاء اللي يسمون بإمام المسلمين. القرآن يقول ومنهم أئمة يدعون إلى النار. هذا أئمة، هذول مو كفار، هذول مو مشركون، هذول في الإسلام. ومن أسس الأخلاق هذا والقول بالحق والنص، تبنى الأخلاق على هذا. إذا هذا ماكو أخلاق ماكو. فاطمة الزهراء صلوات الله عليها استثنوا هذا الخصلة منها. فاطمة الزهراء صلوات الله عليها لها بالألوف خصال، خصال حميدة بالألوف. هاي الوحدة استثنوها، القول بالحق وإن عز، غض النظر عن هذه الخصلة، كلمة حق عند إمام جائر غض النظر عنها. لو هاي ما كانت في فاطمة الزهراء كانوا يأتمرون، الحكومة بعد رسول الله كانت تأتمر بكل ما تأمر به فاطمة الزهراء سلام الله عليها. يعني صلاة فاطمة سلام الله عليها، صوم فاطمة، صدقة فاطمة، عبادة فاطمة، أخلاق فاطمة، حسن خلقها، تعليمها للأحكام، استثنوا هذا. من عندهم أحسن من فاطمة الزهراء يعرضوها للعالم، يعرضون سيرتها، يعرضون عملها، يعرضون تاريخها. البنت الوحيدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مو فقط نسب، حسب، عين رسول الله صلى الله عليه وسلم باستثناء النبوة، علمها علم رسول الله، فضلها فضل رسول الله، هي في مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليها. من عندهم أحسن منها من فاطمة الزهراء؟ لو يجمعون كل المتقيات المؤمنات العابدات من نساء المهاجرين والأنصار ما يصيرون شعر من فاطمة الزهراء، اظفر لفاطمة الزهراء سلام الله عليها. هم يعتقدون يقبلون هذا الشيء، ولكن لولا هذا، هاي اللي خلت فاطمة الزهراء سلام الله عليها في هذا الحديث المتواتر يقول لها أبوها رسول الله مكو وحدة في نساء المسلمين أعظم رزية منك. يعني كلما لقت فاطمة سلام الله عليها من رزايا، من محن جسدية روحية، كلها فقط وفقط لهذه الخصلة، فقط وفقط لهذه الخصلة. أساس الأخلاق هذا. ونحن في أيام فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، نعم هذا بمتاعب. الإنسان يريد يصوم يوم ما بمتاعب، بمتاعب، بعطاش، بجوع. واحد يريد يطي خمس ما بمتاعب، تعب، حصل فلوس، حار، برد، مطر، شمس، سفر، حضر، حرم نفسه من النوم، من الراحة، اشترى، باع، حصل مليون، لازم خمس ينطي، ما بتعب. ليش؟ واحد يطي زكاة ما بتعب، واحد يصلي ما بيتعب. ليش؟ هذا كله بيتعب. أما كل هذه تبنى على كلمة حق عند إمام جائر، تبنى على والقول بالحق وإن عز.
عصمة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، مقامات فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، مظلومية فاطمة الزهراء سلام الله عليها. هذه الأحاديث اللي قد تطرح وكانت تطرح من قبل وليست بجديد بالنسبة إلى مقامات فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، خير ما يقال، أفضل ما يقال في هؤلاء اللي يطرحون هذه بعض المطالب أنهم جاهلون بروايات أهل البيت. بملء الفم يستطيع الإنسان أن يقول هذا. روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام والجزء كبير منها في كتاب بحار الأنوار، هذا ما شايف، هذا الكتاب ما شايف، وإلا في كل واحدة من هذه الخصال بالعشرات أكو روايات، مو واحدة وثنتين، يعني في نفس البحار بالعشرات أكو. العمدة في فاطمة الزهراء سلام الله عليها اللي بني عليها الإسلام بناء الإسلام، مستقبل الإسلام بني على شقين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على دور شخصين، شق دور فاطمة سلام الله عليها وشق دور أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وهذان الشقان هذان الدوران كل يكمل الآخر، وإلا فاطمة الزهراء صلوات الله عليها في ريعان شبابها، في مقتبل شبابها، تموت قتلا. الروايات الصحيحة عندنا وعند غيرنا، الصحيحة حتى عند غيرنا، تقول استشهدت فاطمة، قتلت فاطمة سلام الله عليها. ليش؟ لأنها تصلي. هواي نساء كنا يصلين، لأنها تصوم. نساء كنا يصوم في شهر رمضان في عهد فاطمة سلام الله عليها، لأنها حجت، ذهبت للحج. نساء كنا يذهبن للحج، تعطي صدقة، نساء يعطينا صدقة. كل ما تعمل فاطمة سلام الله عليها غيرها من النساء أيضا كانت تعمل، ولكن القول بالحق وإن عز لا، كلمة حق عند إمام جائر لا، هاي خاصة بفاطمة سلام الله، وهي اللي جابت القتل لفاطمة، جابت الظلم لفاطمة، جابت التعذيب لفاطمة. هذا أساس الأخلاق. كلما ندرس نحن ونتعلم ونقرأ من الأخلاق أساسها هذا، هذا الذي يبنى عليه، هذا الذي يوجب البقاء. وإلا الرجل قال لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها وحلف يمين وكان كاذبا فيما يقول، قال أنت أعز علي من بنتي. يا ريت بدال ما افتقدت أنت أباك بنتي كانت تفتقدني. فاطمة الزهراء سلام الله عليها التي دخلت المسجد، واقع علماء فضلاء وقت اللي عندكم مجال كلمة كلمة اقرأوا تاريخ فاطمة، مو صفحة صفحة، مو سطر سطر، مع كل واحد بمقدار ما أوتي من فهم ويستوعب من معلومات، يعني عند كل كلمة من كلمات فاطمة سلام الله عليها
ومما قيل فيها قاله الله سبحانه وتعالى فيها، أو قاله رسول الله فيها، أو قاله أمير المؤمنين فيها، أو قاله أبناؤها المعصومون عليهم الصلاة والسلام فيها. عاد يتأمل بالمقدار اللي عنده مجال ويستوعب من معلومات، تأمل كلمة كلمة. إن الله يغضب لغضبها، يرضى لرضاها. وين أكو هالكلمات؟ وهاي تستشهد، وهاي تحرق دارها، وهاي تعذب، وهاي تموت كمدا، وهاي من يوم وفاة أبيها رسول الله إلى شهادتها معصبة الرأس، ناحلة الجسم، باكية العين. قال والله، قالت والله لأدعون الله عليك في كل صلاة. شوفوا مصادر العامة والخاصة. والله لأدعون الله عليك في كل صلاة. هاي كلمة حق عند إمام الجائر، هذا القول بالحق وإن عز في وقت عزة الحق. الفريدة من لرسول الله بعد رسول الله المعصومة. يغضب الله لغضبها، يرضى لرضاها. تقول للواحد هالشكل، هذا معناه لترسم خطوط جد أبيها رسول الله، لترسم لنا خط الإسلام، لتقول للتاريخ الإسلام الذي جاء به أبي ماذا. وإلا كان الإسلام ضايع، كان الإسلام ضايع. ولذا هذا الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه يعتبره من حلية الصالحين. أنا وأنت مع احترامي لكم لا نكون صالحين إلا بوجود هذه المفردة، بها متاعب. طبعا في موقعه مع شرائطه، هذا بالفقه موجود. أنا وأنت مع احترامي لكم إذا هاي المفردة مو موجودة عندنا، القول بالحق وإن عز من كن من المتقين. هاي زينة المتقين، هاي طلعوها من هاي الحلقات. الحلقات ما تفيد، الظالمين ما لهم شغل بالصلاة، كل أئمة الجور كانوا يصلون، ما يصلون، كانوا يصلون. ما لهم شغل بالزكاة، كل أئمة الجور كانوا يدعون إلى الزكاة. ما لهم شغل بالصوم، ما لهم شغل بالحج، ما لهم شغل بالصدقات، ما لهم شغل بناء المساجد، ما لهم شغل، كلهم كانوا يسوون. شوف التاريخ مليء مليء بالألوف وعشرات الألوف ومئات الألوف والملايين، ولكن فقط وفقط هاي المفردة لهم شغل. وهاي المفردة اللي خلت فاطمة الزهراء سلام الله عليها غريبة بعد أبيها رسول الله، أصحاب رسول الله، يعني الكثير منهم مو كلهم طبعا. أمير المؤمنين أخذها كما سامعين قارئين إلى بيوت المهاجرين والأنصار، شاف كل واحد كان يشوف ماله خلاص
يقول كلمة حق يشترك يضم صوته إلى صوت فاطمة سلام الله عليها. هذا يريد يعيش، يريد يرتاح في بيته. فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ليش ما تريد تعيش؟ ليش ما تريد ترتاح في بيته؟ كانت أعز أهل المدينة لو هاي الخصلة ما كانت فيها، لو أعز حتى من أمير المؤمنين صلوات الله عليه، متصلة برسول الله، بعد ماكو أحقاد بدرية وحنينية برقبتها. أمير المؤمنين أكو أحقاد بدرية وحنينية وحدية برقبتها، يعني هم هالشكل يتصورون. ولذا أكو رواية عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قال بعد فاطمة أعرض الناس عنا، يعني شوية هم كانوا يلاحظون فترة اصطلاحهم لأجل فاطمة. هاي لو هالمفردة ما كانت في تاريخ، هالخصلة ما كانت، كانت أعز عند أهل المدينة حتى من أمير المؤمنين صلوات الله. ولكن صارت بهذه الحالة. فاطمة الزهراء صلوات الله عليها أسوى لنا نحن، هذول الأربعة عشر المعصومون عليهم الصلاة والسلام، كل واحد منهم مقياس الإسلام، مقياس الإيمان لنا، قولهم، عملهم، تقريرهم، ملاك، ملاك. إذا أردنا أن نتخلق بالأخلاق الحميدة، بحسن الخلق، بالصبر، بالصدق، باللين، بالعطف، بالرفق، ونترك الأخلاق الذميمة، جذرها هذا، أساسها. أسأل الله سبحانه وتعالى ببركة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها أن يوفقنا للاقتداء بها. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. كسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكارم للعارفين، ضياء يشع بنور الهدى لزين العبادة والعابدين. صلاح الحلا لتغدو به حلية الصالحين. كسى الخلق نفسا جلال اليقين.